بيبدا يدخل بيعمل اشتراك لنقول كل شهر 10 دولار بصير يفوت بيحضر فيديوهات بيحضر هاي شغله من الشغلات. هلا عملنا كمان شغله انه فيك انت مثلا لنفرض هلا راديو سيزون مش تركي حبوا يعملوا كبسه البلاي تبع الاذاعه تبعهم على صفحتهم، يعني صفحه سيزون في الصفحه تبعهم فيك تعمل كبسه بلاي، فينا عندنا امكانيه نعمل لك كبسه البلاي يعني تشغيل الاذاعه من خلال صفحتك، يعني تكبس يعني انا كيوزر كمشترك بكبس البلاي وبسمع الاذاعه تبع سيزون. يعني هي تقريبا مجمل الاشياء. خلينا مشان وقت خلينا باختصار جاوبني على هالكم سؤال سريعين. هاي المواصفات اللي حكيتها هي مواصفات ليست حصريه بالمجمل، لكن ميوزيمور يتميز بمجموعه قصص فيها بضمنا. انا بعتقد نحن بحاجه لحتى نتعرف على هذا الموضوع نجرب ميوزيمور وندخل عليه. هاي اولا. حجم التنافس كبير كتير بهذا الموضوع. هل منصات الأخرى الشهيرة مدى علاقتها معكم وقديش عم بتضايقكم أو عم تدعمكم؟ هلأ يعني الصراحة شو بدي أقول لك، يعني ما فيني أقول لا عم تدعمنا ولا عم بتضايقنا لأنه لسه نحن ما ظهرنا للعلن بشكل واضح. ما بدي احكي بهذا الموضوع لانه صار شويه يعني انه لانه بالنتيجه نحن خيو السوشيال ميديا، والسوشيال ميديا بيخافوا منا وبيخافوا منك حتى لو كنت لساتك ببدايتك، فاكيد في شويه مضايقات. يعني ما بدي كثير احكي عن الموضوع بس في اكيد في شيء يعني بحسسوك انه نحن عمالقه. اوكي يعني انا ما من نوع انت بتعرف طبيعتي شلون، يعني انا كل ما